السلام عليكم شباب من جديد. وعليكم السلام الأخ ترمز الاسم نتاعك مقاس. الصوت راهو مليح باش ننطلقوا في البث هذا. اخلي ترمز الاسم نتاعك ب لاوي نيساليو نيسال لاوي. صوت مليح اخ بو جمعه رشيده. ايا اوكي مادام راهو الصوت مليح هيا نبداو ان شاء الله في هذه المداخله المتعلقه بالوفاه نتاع عباسي مدني. الان نهي التعليقات باش ما اذا قلت ان ندير مداخله حول واسمو الاستفزازات هذه اللي رافقت الوفاه نتاع الشيخ عباسي مدني ربي يرحمه، وكذا المحاضره هذه التي ألقاها فرحات مهني في مدينة تيزي وزو عن طريق الفيديو كونفرنس، وكذا استدعاء الجنرال الهامل والتصريحات تاع خالد نصار. الناس اللي يحبوا الويسكي كيما نتاع الزيتوط الويسكي هذاك اللي يحبوا الويسكي هذه لكم. فيما يتعلق بالوسمو بالوفاة نتاع الشيخ عباسي مدني ربي يرحمه، لعلكم راكم تابعتوا، فيه منع نتاع الشيخ علي بن الحاج من الحضور نتاع الجنازة. بطبيعة الحال كاين ناس اللي هما ربما ما فهموش هذه الرسالة التي أرادها الناس اللي هما في النظام. هما لو كان كانوا يعني حابين يخليوا الأمور هي متعلقة بالشعب وخلي الشعب هو اللي حاكم الناس هذو، كانوا خليوه هو أولا الجنازة تكون مثل ما أرادها الأبناء نتاعو. قال مثلا تكون بالجمعة تكون بالجمعة، وخلي الشعب هو يدبر راسو معاهم. ولو كان راه فيه عملية نتاع تطهير ونتاع كذا ونتاع كذا ونتاع كذا كانوا قادرين يخليو ولادو يحضروا الجنازة، يحضروا ولادو الجنازة وراه المشكل. ياو في وقت بوتفليقة هذا العصابة اللي كنتو تهضروا عليها، وقت بوتفليقة وجابوا هذاك روجي حنين هذاك ودفنوه في بولوغين وتحت الحراسة نتاع الأمن، وبالطائرة جابوه والعائلة نتاعو واستقبلهم بالورود، بل حتى كانت حاضرة معهم هذيك نتاع العبيدي، هذه كانت وزيرة نتاع الثقافة وناس آخرين. هذا راهو ابن الجزائر، قول فيه وش حبيت، ابن الجزائر رغم أنفك. وكان مجاهد من الناس اللي هما شاركوا في اول نوفمبر، اول نوفمبر ماشي 57 و 58 و 59 اول نوفمبر، برومي نوفمبر كان فيها قيد صالحة. برومي نوفمبر كان فيه هو عباسي مدني وحكموه، كانوا راح يديروا قنبلة حكموه وسجنوه، ما خرجش الحتان بعد الاستقلال. هذه الرسالة وش هو المفاد نتاعها؟ أنا شخصيا إذا كان سمعتوا الكلام نتاعي خطر درت تسجيل وتحذف في آخر لحظة، كنت تحدث قبل ما يدفنوه وقلت لكم أنا راني مع هذا الرأي اللي
يقول يا اما هو انه يدفن الشيخ عباسي مدني قبل الصلاه نتاع الجمعه، حتى باش نفصل بين الحراك اللي هو راه يكون بعد صلاه الجمعه والجنازه، خاطر عارفين باللي ناس راح تدخل وتستغل هذه القضيه، سواء لصالح انصار العباسي مدني وعلي بن الحاج والجبهه الاسلاميه او الناس واحد اخرين راهم راحين يستغلوا هما الحراك وقادرين هما يديروا كاش حاجه، يفجروا قنبله او يديروا اي عمل هكذا باش يوحيوا للناس هما بالفتره نتاع التسعينات، لخطر مباشره راها راحت يعني بشكل آلي راها راحت تعاود ترجع للذاكره الجماعيه هذيك للمآسي والدموع والى غير ذلك. دونك انا كنت مع الراي نتاع انه يا اما هو انه يدفن قبل الصلاه تاع الجمعه يوم الجمعه الصباح، واما هو ان يدفن بالسبت، انا كنت مع هذا الراي. لكن الناس هذو اللي راهم في السلطه هم علاش حبوا باش يديروه بالسبت؟ حبوا باش يديروه بالسبت باش يعرفوا، خطر في الجمعه هم على بالهم هم شايفين الحراك، شايفين الحراك راهم على بالهم باللي الناس راها تجي من ولايات مختلفه، على بالهم عندهم معلومات يعني من خلال العناصر تاع الامن تاعهم اللي راها موجوده على مستوى 48 ولايه. هما حبوا يديروه بالسبت على جال باش يعرفوا يا هل ترى راها ما زالت في هذا الحراك عناصر تابعه للجبهه الاسلاميه والله لا لا. بالسبت يبانوا اللي راهو جا للجنازه راهو جا مع عباس مدني، جا لعباس مدني حتى اذا راهو ما هو لا في الفيس ولا ناض اليوم في الفيس، المهم راهو جا لعباس مدني. لكن لما يديروها ما بالجمعه قال والله جا واحد من العاصمه، جا واحد من سطيف، والله جا حضر ثم التجمع من بعد، قال واش قال راه اليوم واسمو رايحين يدفنوا عباس مدني، قال والله نروحوا نشاركوا ثم. بالسبت يقعد غير فقط اللي راه يحوس يجي ليك، خلي يجي منين ما جا، من باتنا، يجي من سوق هراس، يجي من الاسترالي، يجي من اي بلاد، المهم راه جا على جال باش يحضر الجنازه نتاع عباس مدني. حابين هما يشوفوا العدد نتاعهم، حابين يشوفوا ياخذوا فكره على اليوم هذاك، وبالتالي في المقابل ناس اللي هما كانوا في الجبهه الاسلاميه قال هذه فرصه نتاعنا على جال باش حنا عندنا مطالب وعندنا حنا كذا، قال اليوم نتاعنا على جال باش حنا نتحدث. وكنت انا قلت وهذاك هو الراي تاعي مقتنع به ومازالني مقتنع به، كنت انا قلت باللي ماذا بيا هو انه الشيخ علي بن الحاج يطلب من الانصار على جال باش ما يردوش الشعارات المعروفه تاع الجبهه الاسلاميه اللي كانت تردد في المسيرات وفي التجمعات، باش ما يعطيوش الفرصه لهذا الناس، خاطر هما الهدف تاعهم عجل باش يشوهوا الحراك، باش هما يحاولوا يخترقوه ويحاولوا هو انه يخوفوا الناس. صارت الجبهه الاسلاميه كالغول باش يخوفوا بها الناس الاخرين، وحتى يبعثوا رسائل للمجتمع الدولي بالاكم رانا لا خلينا ما بيعودوا يرجعوا، ها شفتوا شفتوا هاي المسيره رانا قلنا لكم باللي راهم بزالوا درك. بالتالي قال روح الجماعه اللي راكم في الجيش والله الجماعه ديروا واش حبيتوا، يلا المهم تخليوش الاسلاميين صوروا فيهم كلهم بالحي وبكذا وعليها نحيا وعليها نموت وكذا، على جال باش هما يعطيو صوره للخارج. وللاسف الشديد كانوا ناس هما طايحين في هذا الفخ، وحتى من خلال الخطابات اللي كانوا يردوا فيها كذا وكذا 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 وكذا، وانا شخصيا كنت ضد ولا زلت ضد هذيك الخطابات هذيك في هذه الجنازه. يا صاحبي ما تعرفش انت تعبر بطريقه واحده اخرى والله، واش لو كان درك هما خرجوا في صمت، هاي الناس راها شايفه وعلى بالها وراها شاعره بالظلم على بالها الناس. انا البارح برك كنت نتحدث مع واحد كان برو افلام، برو نظام، يعني من اللي نعرفه انا وهو مع النظام
100% ماشي غير 100%. البارح جاب عنده الحال قال لي يعني ما كناش نعتقدوا في يوم من الايام هو انه نوصلوا لهذا المستوى هذا، ما كناش حنا على بالنا باللي راهم حاكميننا عصابه، ما كناش حنا على بالنا باللي راهم يتاجروا بالتاريخ وراهم يتاجروا بكذا وبكذا وبكذا. هذو الناس اللي هما كانوا برو نظام، فما بالك انت بالناس اللي راهم درك هما الى حد ما متعاطفين بشكل او باخر مع الناس اللي عندهم توجه اسلامي. ولكن انا كنت ضد هو ان تعطى الفرصه لهاد الناس اللي راهم يستغلوا في هذه المسائل في وسائل الاعلام، عارف باللي ناس اللي راهم هما تطغى عليهم العاطفه او كذا، يقول لك ومن بعد يدزوا معاهم حنا معنا ربي وما على بالي بحتى واحد ومنا ومنا. انا لا انظر الامر بالنظره السطحيه هذيك. اذا هما حبوا على جال باش يديروا هذه القضيه نتاع الجنازه بالسبت باش يعرفوا ويخليو كيما يقولوا يفرزوهم يحدوا، فهمت؟ حدوا. وكان تكون مثلا في اطار تاع الحراك، قال مثلا داروها بعد الجمعه وتكون في اطار الحراك يدخلوا ناس تما. من بعد قال والله العظيم يا ودي احنا خاطيين، هذو راه مجموعه قال برك راهم قالوا هما عليها نحيا وعليها نموت وخلاص، هذو راهم خاطيين ما من نتاع فيس ولا والو، راهم جاوا ناس تما. هما لا فرزوهم قال روح ديرها بالسبت باش الجماعه اللي راهم جاوا ثما ما عندك ما تقوليش باللي انا خاطي، هاهم موجودين، راهم موجودين ثما وراهم يردوا في نفس الشعارات وما زالهم في نفس الخطاب وراه حاجه ما تغيرت. ها ودوك نتوما الا كان حبيتو على جال باش نخليوها نديروا الانتخابات، هاي وراها رايحه، راها رايحه للفيس. هذه هي الصوره اللي هما حابين على جال باش هما يوسيوها. لذلك انا كنت قاري هذه الامور قبل ما الناس تشوفها. روحوا عاودوا رجعوا المداخلات نتاعي نهار اللي حكيت على القضيه هذيك نتاع اجهار الحراك. في البدايه نتاع لما بدات الناس تحرك تحدثت عن القضيه هذه وقلت باللي راه كاين فيه صراعات وكاين فيه كذا، حتى باش دوك الناس تشوفها على راي العين، تشوفها الناس على ارض الواقع. ها هو الخطاب تاع الجبهه الاسلاميه، في المقابل ها هو فرحة مهني. ومن بعد الناس قال والله ايه والله غير كاين صراعه، حتى وين باش تشوفها؟ ها اللي كنا نقول لكم من الاول راه كاين مازال ماكش تشوف فيه، دوك شوفوا قدام عينيك. علاش هما ما خلاوش علي بالحاج؟ كانوا قادرين يخليوه، كانوا على بالهم باللي يخليو علي بالحاج راح يدير لهم خطبه ثم. وللاسف الشديد ما زالت الناس ترتكب في نفس الاخطاء مع نظام مستبد، نظام طاغي، نظام فاسد، نظام فالس. وما زالت الدول العميقة هذه ما زالها ماسكة، ولو أن ضربت في بعض المناطق كذا ولكن ما زالها. يكفي هو أنه من خلال المداخلة نتاعنا نزار راهو هدر معه السعيد وهاو قال له هاو التقى به، وراكم تعرفون لاسويت، الإنسان اللي راهو يتبع في الأحداث راهو على باله بلاسويت. هما ما حبوش يخليو علي بالهاج من جهة لانه كانوا عارفين باللي راهو راه يستعمل هذا المسيح الوسمو هذا الجنازه هذه ورايح يوجه خطاب ورايح ياثر في الناس على بالهم بها، خاصه من الانصار تاع الجبهه الاسلاميه. وفي نفس الوقت هي عمليه تاع استفزاز حتى باش هذا الانصار يتحركوا، بمجرد هو انه يسمعوا باللي راهو العباسي مدني مات وعلي بالحاج ها هم راهم هزوه هم اعتقلوه، يلا ينوضوا عليها نحيا وعليها نموت ويلا. في المقابل حركوا تعدوا العميقة، حركوا فرحة مهدي، عندهم ناس بطبيعة الحال كاين الناس اللي راهم درك هما ينظروا ليها بمنظار واحد اخر، شوفوا فيها على اساس انها راه حريه تاع تعبير،
يا خويا مش انتم اللي راكم تقولوا في الحراك نحن نريد جمهورية جديدة؟ مش انتم في الحراك اللي راكم تقولوا باللي احنا النظام راح والنظام كذا؟ يا سيدي هذا راهو غير دير فيديو كونفيرونس برك، ماذا لو كان هذا فرحات مهني راهو جا المنطقة تاع القبائل وراهو تكلم وراهو قال وراهو قال، هذا غير فيديو كونفيرونس برك. شو الواحد يهضر بسكايب خرجت لكم خلعة والدنيا مقلبة والفيسبوك مهول والقنوات الفضائية وهذه خرق وهذا كذا وهذا كذا. هما حابين يقولوا لكم هاو كي يحبوا ينوضوها ينوضوها، عندهم هذو راهم الشياطين تاع الانس، حركوا الجماعة ثم بعد ما زور برا، فهمتوا؟ بعد ما زور برا هما راهو تحركوا بالسور براب حركوا، من بعد دخلوا الان هذه واسمو تاع الفيديو كونفيرونس، هذا راه تسمى بدايه تاع اعلان عصيان طول، وراني تحدثت عليها قبل، وتكون بلاكم تحملوا المسؤوليه تاعكم، بدايه تاع عصيان. قال درك هذه لاكابيلي هذه ما راهيش تحت التصرف نتاعكم، خلاص هاو درك فرحت مهني بفيديو كونفيرونس، خلاص راه ماناش تابعين لكم هكذا طول، ماناش تابعين لكم، حنا رانا في الجامعه نتاعنا، بدل الوالي على روحك، دير والي نتاعك، الوالي ما عنده حتى تجذر شعبي ثم، والله دير نتا مدير جامعه واحد اخر، دير على روحك وعلى هذا المدير تاع الجامعه هضروا معاه والله، ولا الوالي هضروا معاه والله، ما يعني بالهمش بيه، ترى عندك هياكل ثم او عندك قائد نتاع الفرقه نتاع الدرك الوطني ثم، والله عندك انت مدير تاع جامعه، والله عندك انت والي، والله انت راك دايرو، بصح ما عنده حتى التجذر شعبي، خاطيك دير واش حبيت، قوانين ما على بالهمش بجدك طول، خطر علاه ماهيش نابعه من الاراده الشعبيه. ونفس الشيء دوك قال مثلا دوك هذو تاع الفيس، ادر على روحك انت دير واش حبيت، قول واش حبيت، لكن على ارض الواقع شوف بعينيك، الناس ما على بالهاش بيك، لماذا؟ لانه ما عندكش تجذر شعبي، تحكي في الفيسبوك قال هذا عبازي مدني ارهابي، ولا قول واش حبيت، لكن على ارض الميدان راهم عنده الانصار تاعو، راهم على ارض الميدان راك تشوف فيهم. إذن القضية تتعلق بالإرادة الشعبية، اختلفوا معهم. قادر يجيني واحد أنا يقول لك باللي يا ودي هذو راهم مجموعة أنت أقلية وأنت برك راك غير تهول وأنت هكذا، قلنا لكم قلنا لكم باللي راه فيه محاولات، راه الناس تنتظر في الساعة الصفر من أجل إدخال البلاد في فوضى، قلناها لكم ولا ما قلناهاش؟ قلنا لكم باللي راه كاين الناس راه في صراع، وبالتالي دوك انا دوك لما تحدث في قضيه تاع المؤتمر هذيك، ولما تحدث على قضيه تاع كريم طابو ولا بوشاشي، فهم كيما حبيت نتايا، فهمت؟ خاطر الناس هذي راه مستويات وراها معادن، فهم كيما حبيت. انا الشيء اللي مأمن به ومازالني مأمن به هو انه لابد من مخرج، من حل جذري للأزمة الجزائرية، هذه الصراعات اللي الآن راها موجودة، هذه تاع إسلامي وهذا علماني وهذا كذا وهذا كذا، عناوين عناوين لصراعات قديمة راها تبدلت الأسماء. قال جا واسمه التنحية تاع هواري بومدين من طرف رئيس الحكومة المؤقتة يوسف بن خدة، راه فيه محاولة اللي هي سمحت نفسها اللي سمحت البومدين عجل باش يستعمل الحسم العسكري، نفس الشيء حصل مع القايد صالح باسم واحد اخر، والصراعات هذه راها موجوده، هذه تاع عربي واسلامي وهذا قبايلي وهذا عربي وهذا لائكي وهذا كذا وهذا كذا، صراعات موجوده وموجوده في الحراك من خلال اللافتات من خلال، وهذا الشيء اللي انا راني نتحدث فيه من اجل الذهاب الى جمهورية جزائرية جديدة، ماشي ثانية، جمهورية جزائرية جديدة ب
بمعنى انه حنا اللي الجزائريين والجزائريات نرسموا المعالم نتاعها، ماشي جمهورية على الطريقة الفرنسية ولا على الطريقة الإنجليزية ولا على الطريقة الأمريكية، جمهورية جزائرية جديدة حنا اللي نرسموها. عندنا المبادئ نتاعنا، عندنا الثقافة نتاعنا، عندنا التاريخ نتاعنا، حنا اللي نديروها، نتناقشوا مع بعضنا وفق حوار لا إقصاء ولا تهميش فيه، بعيد عن الزعامة، بعيد عن المشيخة، ونديروا الجزائر اللي نحوسوا عليها، الجزائر الغد المنشودة اللي نحوسوا عليها هنا. إذن هذه القضية تم استغلالها وتم توظيفها وتم استفزاز هذا الإخوة اللي راهم موجودين دركهم في 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 هذه الجنازة من أجل جرهم على جد باش هما يرتكبوا أخطاء، وفي المقابل راحوا حركوا هذه القضية نتاع فرحات مهني من أجل على جد باش يخلقوا جو واحد آخر مكهرب. ومثل ما راكم تشوفوا الآن درك هذه القضية نتاع وش اسمه استدعاء الجنرال الهامل، فاش داخله تاع جنرال هامل، كنت تحدثت لكم انا في تسجيل سابق راه منشور على اليوتيوب، ربما فيه بعض الاخوه هكذا من الشباب الجدد هكذا اللي دخلوا الانترنت والله ما يعرفونيش، ادخلوا فقط لليوتيوب هكذا والله اكتبوا نور الدين خبابه واكتبوا الهامل تلقاو التسجيل راه موجود. وين انه تحدث قلت لكم باللي انا هذا الانسان اللي راه درك هو يسعى للسلطه راه يوجد لها، وهذا جنرال هامل كان من بين الناس المستهدفين، كان في تلك الفترة هو كان على رأس تاع الجهاز تاع الأمن ويمتلك ملفات، وراه هو نهار اللي يتكلم هو قال باللي اللي هو تسمى جاب العبارة هذيك، كنا احنا تحدثناها يعني في وقت سابق القضية هذيك نتاع انه لا يمكن هو انك انت تنظف بشي يعني فاسد، يعني الانسان اللي هو يتحدث عن المحاربه تاع الفساد يكون تكون يدو نظيفه، ما قالهاش غير هكذاك برك من راسو. انا على يقين باللي يخافوه، ممكن يكون واحد متورط من العائله نتاعو والله والله عنده كاينه امور هكذا، ولكن انا متاكد لو كان تكون فيه عداله حقيقيه راح يتكشفوا كلهم ويمتلك عليهم هو ملفات بحكم هو اللي راهو كان في الجهاز تاع الامن، عنده عليهم ملفات، عندي يقين باللي عنده عليهم ملفات. بالتالي درك اذا راكم شفتوا كيفاش راح، ماشي كيما داو جماعة اخرين قال راهم داروه كيما داروهم في الجماعة الاخرين داروهم، قالها تاع لا بريغا تاع جوندارمري ولا راح للمحكمه بالسياره تاعو وبال اللي معاه، ثم سمعوه وخرج. الناس راه قاعده برا تعيط لانه عارفين باللي لو كان فعلا تروح للمحكمه بالملفات اللي عنده قسما بالله غير كامل يتجبدوا كامل، وكان تكون فيه عداله حقيقيه خاطر عنده ملفات. وقلت لكم بانه المساله هذه متعلقه بالانتخابات الرئاسيه، وقادر دوك الناس اللي راهم بدرك هما في البداية استهدفوه لأنه كانت فيه جهات تسعى لترشيحه للانتخابات الرئاسية، قلتها لكم في وقت سابق. والاسم هذا راهو قادر دركا في الانتخابات الرئاسية، تا دوك ترشح هذا غديري راهم وراءه ناس قادر يترشح لك هذا دوك عبد الغني الهامل بالانتخابات الرئاسية بالقوانين هذه، وراه عنده هو جهاز كان من وراه. روح من بعد تهضر احكي، راه عنده دوك هو ناس كانوا معاه دركا في 48 ولايه في الاجهزه تاع الامن او قديم، ويعرف ناس داخل الاجهزه تاع الامن هذا عندهم ملفات على مستوى 48 ولايه. راح انت تغير نظام تغيروا في 90 يوم. نمر دوك الان لهذ التصريحات تاع خالد نزار. خالد نزار اللي هو انقلب على الاراده الشعبيه، بحيث هو انه في تلك الفتره فازت الجبهه الاسلاميه للانقاذ
وباعها حزب تاع جبهه تاع القوى الاشتراكيه وباعها الحزب تاع جبهه التحرير، فازوا بالاراده الشعبيه كل واحد والنسبه تاعو. لكن فيه ثلاث جبهات، وهذه ثلاث جبهات تمثل التيارات اللي راها مازالها متجذره الى اليوم بعناوين مختلفه. التيار الاسلامي راه الان فيه راه مقسم، قال مثلا هذو في حركه النهضه، وهذو راهم في الاصلاح، وهذو راهم في حبس، وهذو راهم في مانيش عارف انا كذا، والجبهه الاسلاميه وكذا. التيار الاسلامي موجود ومتجذر، يروحوا الاشخاص تروح الهيئات، ولكن التيار موجود ومتجذر داخل الشعب، واحد ما يقدر يحييه. التيار نحكي لك على الفكر هذا الاسلامي مازال موجود، لا اتحدث انا عن الفيس كحزب سياسي. فيس كحزب سياسي انا هذه قناعتي الراسخه، انا اعرف الفيس بالداخل تاعو، مشي قالوا لي وقريت وكذا، نعرفه بالداخل تاعو. فيس انتهى يوم ان اغتيل عبد القادر حشاني. شوف لي درك الناس هذو اللي راهم حاضروا في الجنازه، امر واحد اخر الله يسهل عليك كيفاش انت تفكر. فيس تنظيميا انتهى يوم اغتيل عبد القادر حشاني ربي يرحمه، وقبله تضرب ضربه في الصميم يوم اعدم محمد السيد ربي يرحمه، عدموه جماعه التوجيه. هذه قناعتي الراسخه انا، مازالهم انصار، مازالهم موجودين، مازالهم راهم يتحركوا وكذا، وفي الغالب نتاعهم يعني ناس راهم فاتوا الأربعين سنة في الغالب نتاعهم، ربما كاين أولادهم والله راهم منهم اللي راهم يتحركوا هكذا، بولادهم عندهم أولادهم راهم مازالهم هكذا، ولكن الوسمو الفيس كحزب سياسي انتهى خلاص، انتهى بعد اغتيال تاع عبد القادر الحشاني. كفكر إسلامي، الفكر الإسلامي مازال موجود ومتجذر في الشعب الجزائري، ولا أحد فوق الكرة الأرضية يقدر ينحيه. الفكر الإسلامي موجود، لكن كحزب سياسي خلاص. ذرك هذا واسمه التصريحات نتاع خالد نزار، جا هو اللي انقلب على الإرادة الشعبية في 90 91 92، خطر الانقلاب هذا كنت فيه عملية تاع تمهيد، لعلكم الآن راكم سمعتوا الشهادة تاعو والاعترافات تاعو كيفاش كان يهضر مع الشاذلي الهار، توفى واحد من العائلة تاعو راه هو ومهري، وحكى له على القضية تاع الفيس، في تصريحات أخرى، وبين أنه هو اللي راه أعطى الأوامر، وهو الآن يخرج في 2019 يحدثنا على سعيد بوتفليقة، وحدثنا على الحراك الشعبي، والناس هكذاك برك تبلع الطعم ثمثم تروح تمشي، لا تخمم ولا تحلل ولا تشوف ناس اللي راه فاهم السياسة وفاهم الألعاب تاع الدول العميقة هذه، ويلا تروح تمشي. علاش خرج نزار في الوقت هذا بالذات؟ لماذا خرج بعد هذا الخروج تاع الجبهة الإسلامية وقال راهم هنا مازالوا هنا جلسة تاع عباس المدني؟ علاش ما هدرش في الأيامات الأولى قبل الوفاة تاع عباس المدني ويتكلم الآن؟ لماذا؟ علاش هذا فرحات مهني علاش ما دارولوش فيديو كونفيرونس لما كان بوتفليقة اللي راهو يحاكم؟ وما دام راهم درك هاد الناس اللي راهم طهروا الجيش وراهم كذا وراهم كذا وعلى بالهم بالنملة لما تبول في الغابة تاع امازون، كيفاش هو فلت لهم هذا فرحات مهني ودار دار فيديو كونفيرونس في تيزي وزو؟ لماذا ما على بالهمش؟ والله تيزي وزو مش خاضعه عليهم، خارج تابعه لدوله واحده اخرى.
كل هذه الأمور هذه وكل هذه المؤشرات تدل دلالة قاطعة من أنه الطبخة ما زالها موجودة، والدول العميقة هذه ما زالها تتحرك وما زالها تنشط. خالد نزار خرج في هذا الوقت وين أنه في حديث درك الآن في الساحة السياسية وعلى المستوى الوطني حول الوفاة تاع عباسي مدني وعلي بالحاج. خرج نزار باش قال رانا قلنا لكم يا اخي في 91 92 لو كان بالحيناهم شرب ها هم مازالوا رجعوا يلا روحوا للارمي، راه الارمي هو اللي خلصكم. لو كان ما هو الارمي والو، ويعطي في المبررات قال باللي راهو هذا سعيد بوتفليقه راهو حب هو يلحي قايد صارف تاع كذا يعني معناتها باللي انت مونياش قادر يروح يشهد هذا هو. والله العظيم غير يدير كلش يروح يشدوا منا، وقال هكذا باش يعطيو لهم المبررات باش يحكموا. لقيت صراحة هذا راه معاهم، كان معاهم في التسعينات كان مشارك معاهم. هيا هزوا خالد نزار باش تسمعوه، هزوه كيما هزتو ربرا شش يلا، وهزوا سعيد بوتفليقة خطر على بالهم بلي اللي كونت راه مازال من برا تاع الدراهم في سويسرا وفي فرنسا وفي امريكا وفي دول واحد اخرى الامارات. بالتالي درك هما كل هذه الاشياء هذه كل هذه المؤشرات تدل دلاله قاطعه باللي الجزائر راها على فوهة تاع بركان ويا ربي وسطهم. الكلام هذا تاع انه راهو مع الحريه تاع الشعب وراهو مع الجمهورية الثانية وراهو كذا وراهو كذا، كل كلام هذاك لأنه عارف باللي مطالب تاع الشعب هذيك هي. بالتالي هو يتبناها إلى حد ما، ولكن الصح ما يتكلموهش. هذاك الشيء اللي هم يسوقوه للبغاوات باش يردوه، لكن الصح ما يبانش. صح هو راهو من الوراء. واش حدثك انت مع سعيد بوتفليقة؟ حدث معاه قال لك على القضيه نتاعو لانه راهو كان متابع قضائيا في سويسرا. على واش متابع؟ متابع بجرائم ضد الانسانيه. تفكروا هاو عباس مدني هاو بات هاو الفيس، وراهو وقف هو ضد الانقلاب على القايد صالح وكذا وكذا. ربطوا بهذه الامور بعضها برك، حلوها تحليل جيد وشوفوا ترى واش راه يحوس هذا النزار واش راه يحوس هذا فرحات مهني. في المقابل قال راهو درك هذا الفيس وهو اللي بالحاج وكذا وكذا. الامور شفتوها كيف راه معقده، على جال باش حنا نخرجوا من هذا الوضع هذا لازم عمل جماعي. هذا العصابات هذه اللي راها موجوده وهذه الدول العميقه لا نستطيع القضاء عليها هكذا بجره قلم او بتصريحات او بشطحات في وسائل الاعلام المختلفه، وانما لابد لها من عمل طويل، ولا بد لها من ناس راهم فاهمين الالعاب تاع هذه تاع الدول العميقه، والناس تخدم باستعمال الوقت على جال باش هي تقضي على هذا الفكر هذا، تضربوا في الجذور تاعو. يحيولك توفيق روح نزار روح دول العميقة مستمرة مثل الشجرة هذيك اللي عندها العروق تاعها، تروح انت تنحي عرف يعاود يخلف. جماعة مراهني اللي على أحمد طالب، أحمد طالب قادر يموت بالمرض ولا بأي حاجة واحدة أخرى. لابد من مشروع، ولا بد من رجال على مستوى 48 ولايه. ما نعطيوش الفرصه هذه الدول العميقه على جال باش هي تبقى متمده بواجهات واحده اخرى، ما نعطيهمش الفرصه على جال باش تحدث احداث شغب. هما الهوايه تاعهم فرقت سد. شوف انا جماعه يظلوا نهار كامل هما القبائل قبائل الزواف قبائل الزواف، وعاودوا اثاروا بعض القضايا من بينها قضيه تاع تملت.
تاع أبناء المسؤولين وتاع كذا وتاع كذا، وعاودوا أثاروا القضية تاع المناشر اللي كان يشر فيها هذاك محمد الوالي، عاودوا أثاروها. بعد خرج لك فرحة مهني من هي، وين رحتوا؟ والله حبيت تقولوا باللي النظرية تاعكم راه صحيحة، جهات راها تخدم حتى تاع الدول العميقة راها تخدم هي في هذه الخدمة هذه. هذاك محمد تبلت استدرجوه، عطاو له ملفات في وقت من الأوقات لتصفية حسابات مع شخصيات كانوا هما يصفيوا معهم في الحسابات، وكان من بين الناس اللي يعرفوه انا هو حدثني، ماشي قالوا لي والله قريت والله، هو حدثني، الكلام تاعو راه موثق، ماشي قالوا لي، هو بروحو استعملوه، كان يعرف ابن جنرال هكذاك، وابن جنرال كما تعرفوا ولات الجنرالات يعرفوا بعضهم، لما ينحيو جنرال يبدا هو صفي في حساباته مع هذاك الجنرال، وهذاك لا خلاه وقال هاو بنو كذا، هايتي بنته كذا، وهايتي بنت خالته كذا، وهايتي صاحبة جد بنت عمة خالت باباها كذا، ويبداو في تصفية تاع حسابات. وهو للأسف الشديد ربي يرحمه ما كانش يخدم بعمل مهني، كان قادر هاو هذاك واش اسمه عبدو صمار، هذا اختلف معاه، ولكن ما راهوش يخدم في خدمة تاعه، هو يخدم في خدمة مهنية، حتى وأنه راه هو يمرر في رسائل والله راه هو عنده حسابات، ولا بس راه يخدم في خدمة بروفيسيونيل راه يدير فيها. بس هذاك روحوا ادخلوا للصفحة تاعو في الفيسبوك، وادخلوا للصفحة تاعو في اليوتيوب، عمل تشيب له الولدان، بطلق حتى واحد. أنا شخصيا كلام على بالك باللي مواطن عادي يعني يحكموا يقطعوا له لسانه، اتهام في العرض، ما خلاه ما يقول، راهو بين عند ربي. المهم هو فيما بعد راه كاينه جهه اللي هي صفات مع الحساب، كاينه جهه اللي صفات مع الحساب، سواء سعيد بوتفليقه ولا طرطاق ولا ناس اخرين، صفوا مع الحساب صلاة بي. وهذا محمد الوالي نفس الشيء، هذا ما كان عنده حتى علاقة بالموضوع، ما كانش عنده حتى علاقة بالموضوع، استعملوه من أجل تسريب بعض المعلومات، وراكم شفتوها لما خرج الجنرال هذاك الهامل وترشح وكذا، راه بنت أمور غير الإنسان اللي راه طمس له ربي على عينيه والله على عقله. الآن عاودوا احياوا، راكم شفتوه وين كان محمد الوالي، كان في نفس المدينة اللي كان عايش فيها واسمه كاريبولي، قادر يكونوا سموه، راكم شفتوه وين كان عايش، عند مجموعة تاع قبيل ثم هذا اللي راه قال لك يدعي وفي حرب وحرب في القبائل وكذا وكذا، كان عندهم، تم استعماله من اجل ضرب ناس اخرين. سيد كان حراك عايش في روحه، حير في روحه، مثل ما راهم ناس اخرين حير في روحه، ما يعطيولو في معلومات وفي كذا وفي كذا، تم التصفية تاع الحسابات تاعو مع ناس، من بعد راح مركي في الحيط الله يرحمه. ونفس المناشير اللي الآن دوك هما راهم يستعملوا فيها من أجل خلق أجواء، كاين الناس اللي هما على نيتهم راهم ما يتحركوا في اعتقادهم باللي راهم اكتشفوا سر، والله أغلبهم ناس جهلة لا قراو تاريخ ولا يعرفوا هذه الامور، وكاين ناس عنصريين معروفين من الجهتين من العرب ولا من القبائل، عنصريين لدرجه ما تقدرش تصورها، قاعد هذه هي الخدمه تاعهم. وكاين ناس راه تخدم في جهات، راه عنده واحد من لا فامي تاعو في الارمي، ولا راه عنده واحد كذا، والله في اعتقاده هو راه يدافع الجيش، وفي راه فيه كذا، وراه يحارب في ناس اخرين،
كاين الناس اللي راهم هما يمشيو يتبعوا فضول هكذا، لكن القضية مرتبطة بهذا الوضع اللي حنا رانا عايشين فيه. لا يمكنك أن تفصل هذه المناشير اللي راها دوك الآن أعيد بعثها عن قضية فرحات مهني. قلت لكم عاودوا رجعوا التسجيلات تاعي، عاودوا رجعوا المناشير تاعي، قلت لكم باللي راكم تقدموا في خدمات جليلة لفرحات مهني. هاني دوك نعيمة صالحي راها تحارب في فرحات مهني، راها تحارب فيه، راها قرصون غراتويتمون هي وناس اخرين قراصين، باش تحاربوا تحاربوا بذكاء، تحاربوا بحنكة، تحاربوا بمعرفة، تحاربوا بمشروع، تحاربوا بافكار. مش انت تسب واحد، تسب واحد وتوسي فيه انت يا خائن وانت يا ذاك وانت كذا وانتم حركة وانتم كذا، وانت راك تخدم فيه والله بالاقصاء. كل واحد يخالفه في الرأي قال انت زوافي، بوجاجي زوافي، عباسي مدني ربي يرحمه قلبوه زوافي، جاب الله زوافي، كلهم كل من خالفهم الرأي كل من وساهم قال زوافي. وشفتوهم هذا الناس بالذات كش ما هضروا على عباس مدني لما مات، والله منهم الكلمة كلمة تاع الله يرحمه مش بدهاش في الصفحة تاعه، لا تيهضر او فرحات مهني فرحات انت يا باديسي انت نوفمباري انت يا عباسي مدني اللي كان واحد من الناس اللي شاركوا من اول يوم في الثوره. هل يمكنك هو ان تنفي هذا؟ هل يمكن هو ان تنفي بانه عباسي مدني من عائله مسلمه رايحين للجذور؟ جذور تاع عباسي مدني قال راهو الجذور تاعو قبيلي، وبن باديس منيه جذور تاعو منيه، أليست جذور أمازيغية؟ كيفاش انت راك باديسي هذا ونوفمباري هذا؟ يا سيدي البيان تاع نوفمبر شكون اللي داروه؟ هذو المجموعة تاع الثورة شكون اللي داروه؟ معاهم كريم بالقاسم ولا ما معاهمش؟ لا على بالهم بالتاريخ ولا على بالهم بالإسلام، وهكذاك برك يمشيوا برك هكذاك، وشر لهم حاجة ونستبع كي اللي بيروكي هذو دون استخدام عقل دون تفكير دون كذا ونستبع. المهم اكتفي بهذا القدر الإخوة والأخوات، أتمنى هو أنه راني أفدتكم ببعض الأمور وراني فتحت عينكم على بعض الأشياء. خذوا الحذر تاعكم، كاين الناس اللي هما راهم هما يسترزقوا من هذه انت فرق تسد. الجزائر للجميع التي نؤمن بها، مش انت جماعة، جزائر الجميع اللي فيها العربي وفيها القبيلي وفيها الشوي وفيها الترقي وفيها المزابي، نمشيه مع بعض على جل باش نديروا تغيير مع بعض، وليس الجري ولا المشي وراء شخص أو مجموعة من الناس مارك راح تغير ولو. لازم هذه المبادرة اللي احنا نحكيو عليها يشاركوا فيها الناس الكل، ونمشي واحدة واحدة لبناء جزائر جديدة. أما هو أنه نروح نمشي أنا مع وراء شخص مهما كان هذا الشخص، مهما كان ما نمشيش من وراء، والكلام هذا راني قلته في وقت سابق. أتمنى هو أنني أفدتكم بهذه المداخلة، إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.